توشتوني جننتوني فهموني شو اللي اسوي. انا بفهمك. شوف خيالي، اول اشي بدك تستاجر كراسي للمعازيم، الوادي ولا يهمك فيها، انا بدبر لك كراسي ارخص شويه من سعر السوق. وطبعا العزا بده قهوه، بده شاي، وبده دخان، اهم شيء الدخان، فيش عزا بدون دخان يا زلمه. طبعا يا عم خافل انا حضاري الدخان، ببيعك قد ما بدك. بترخص لي؟ لا برخص لك، قصدي طبعا بدي ارخص لك، ما انا بدي اشرب من هنا على الكليله 7 بتشتات هذولا. استلم. شوف يا عم غافل، وانا عندي جاكيت هيكد بلبسه للعزا وبس، هذا بلبسه عشان لما اروح لعزا يحطوني في صدر الدار. واحنا بنحطك في صدر المدرسه. ايوه برافو عليك. وتشيل الامور الثانيه بتتدبر يا زلمه، انت فيش عليك غير انك تصب قهوه وتوزع قهوه وتصب قهوه وتوزع دخان. ها بدك ولك تحترمنا، والله اذا ما احترمتنا قدام الناس لما ورجيك وبناخذ العزا احنا عنك. شوف بعدين في شغلة تانية ومهمة هادي، ولو انها بتكلف يعني، بس انت لازم تسويها لانك منطر. لويش منطر؟ يعني اسمع، لازم انت تغدي وتعشي المعازيم 3 ايام وتلت. ماني بنخرب بيتي لمين سنة قدام. ما ينخرب بيتك، احنا شو دخلنا؟ قصدي المهم سمعتك يا ابن الحلال، المناسف مهمة هولة هولة في العزاء. يا زلمة الناس بيروحوا على العزاء حتى يلقوا فيها مركة. خذ حطه في المركة يا سلامي. ليه تخافش؟ تخافش.